امشي. ماشيين اهو. مين دول يا شافع؟ هما يعملوا فينا ايه يا شافع؟ طب مودينا على فين يا شافع؟ ما شافع تشريفك. بتقول حاجه لاختك؟ اقول ايه؟ شايفني كل يوم بتخطف؟ يلا مشينا اهو يا عم. قول المدام تهدى وما تخافش، محدش فينا هيلمس لكم شعرك. المهم ندخل البيت بالراحة من غير كتر كلام. محدش هيلمس لك شعر يا اختي. حركوا. حاضر. ايه؟ من غير كلام. من غير كلام. حاضر يا اخويا. حاضر. اطلع وجبة. اطلع وجبة. يلا يا اخوانا. خفيشة تحية جمال امها. خشوا بسرعة. حاضر يا عم. حاضر براحة علينا معانا عيال. يلا. يلا رجال. بسرعة. همي شوية. يعني ايه؟ احنا في غابة عشان يخطفونا وياخدونا رهائن؟ ما تضايقش نفسك يا استاذ، المسألة سهلة خالص وهتخلص بسرعة. مجرد السيد المحافظ ما ياخد خبر باللي حصل، تاني يوم على طول هينفذ لهم اللي هم عايزينه وهيمشونه على طول. يا سلام! هو كل واحد المية تتقطع عنده يومين، يطلع يقطع الطريق وياخد الناس رهائن، دي تبقى خربت. لو انت ما تعرفش انها خربت يا شافع. معلش معلش، الظهر الموقف جديد عليه شوية. هو الموقف قديم بالنسبة لك؟ دي تالت مرة لينا. مش فاهم وجهة نظرك. أصل أول مرة خطفونا خدونا يوم وليلة لحد ما استلموا القرار ببناء الكوبري العلوي. المسألة كانت سهلة شويتين، لكن تاني مرة بقى كانت طويلة حبتين. كانت من سنة وشوية، يوميها الأهالي قطعوا الطريق علشان يدخلوا الكهرباء. كنا حوالي 30 أسرة. هم صحيح ضايقونا أول أسبوع، لكن بعد كده شالونا فوق الارض شيل. بس ما اعتقدش المره دي تطول اكتر من اسبوع. الشبكه موجوده، مفيش بس غير الميه هي المقطوعه. انتوا ليه محسسيني ان انتوا بتمشوا على الطريق ده بالذات عشان تتخطفوا؟ لا لا لا، المساله مساله صدفه. اصل احنا لازم نعدي على الطريق ده مرتين في الاسبوع، بما اننا مقيمين في دمياط وبنتي عايشه ومتجوزه في اسكندريه، فلازم نروح خميس وجمعه. في الازاريطه. ازاريطه ايه ونيله ايه؟ عيب كده يا شافع، ما يصحش. معلش، هو أعصابه تعبانة شوية، بس إن شاء الله المرة اللي جاية هتبقى أعصابه أهدى. هو الأستاذ ماله متضايق كده ليه؟ قول له الحكاية بسيطة جدا، أبسط مما تتخيل. صدقني يا أستاذ، كلها كام ساعة والصبح يطلع، هشوف أجمل منظر ممكن تشوفه في حياتك كلها، وكمان عشان تعرف إن ربنا ما يعملش حاجة وحشة أبدا. سكت الناس دي يا شافع عشان أنا خلاص بجد بقى هتنقط. معلش، أختي أعصابها تعبانة شوية، بس إن شاء الله الأهالي لما يجوا يركبوا الغاز المرة اللي جاية أعصابها تبقى هديت. مين دول؟ أنت بتهزر يا محمود؟ ده بدل ما تخرج بره تخوفهم وتقول لهم إن أنت لسه خارج من أمن الدولة وفي ضباط بتدور عليك؟ ده على أساس إنها ميزة. أيوة يا جدع، مش يمكن يخافوا ويمشونا؟ مهما كانوا في وقت يعملوا حساب لأمن الدولة. جوز أختي أهبل. لكن ما قلتليش يا أستاذ، هما أمن الدولة بيدوروا عليك ليه؟ لا بسيطة، اتهموني في قتل الرئيس. صدقني خير ما عملت، بس انا قبل ما اطلع من دمياط انا شايفه في النشره. نصيبه بقى. محمود، مش هيقطع علينا نهار الا واحنا مذبوحين. ما تخافوش يا اولاد، ابوكم معاكم. لا يا استاذ ما تخافش، الناس هنا ما بتاذيش حد، ما تعملش حاجه وحشه ابدا، كل هدفهم ان هم يعملوا معاكم الواجب. بص يا حاج المقدس سامي شفيق. بص يا مقدس، انا محجب قوي بنظرتك المتفائله دي للحياه. ميرسي ليك قوي يا حبيبي، بس المسألة مسألة خبرة. الحياة دي مش عايزك تاخدها على صدرك، طريق الحياة لازم تمشيه، ما توقفش قصادها لأحسن تدوسك. عديها تعدي. الله، شايف الحكمة؟ سامعين الحكم؟ عديها هتعدي. مشكلتي بقى إن كنت طول عمري أقفلها وأتصدر لها، تقوم أطماني، غبي بقى. هي المدام ليه على طول مبتسمة كده؟ لا لا، عيب خلقي، بس ابتسامتها جميلة. هم أخروا الأكل المرة دي ليه؟ هو الأكل هنا كمان بمواعيد؟ دايماً يجي فرنجي ساعة من بعد الاختطاف. شافع، سكتهم عشان أنا هتنقط واتشل. معلش، بكرة تتعود. بقول لك يا مقدس، هو الواحد ممكن يروح الحمام هنا فرنجي قد إيه؟ يا ساتر يا رب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه؟ إيه؟ في إيه؟ خير يا رب، كابوس، كابوس فظيع قوي. خير؟ استنى عليا بس. استني، أنت رايحة فين؟ هروح الحمام وتف على إيدي الشمال عشان أعرف أحكي. يا ولية سيبك من التخاريف دي، طالما استعذت بالله من الشيطان يبقى احكوا خلصيني. هو حلم وحش يعني؟ مش عارفة، مش عارفة يا اخويا اذا كان وحش ولا لا. خلاص يبقى ملوش لازمة مشوار الحمام ده، احكي اعملي معروف وخلصيني، ورايا شغل الصبح. خير يا رب، اللهم اجعله خير. حلمت ان الواد محمود ابني حبيب قلبي واقف كده هو في وسط المية. ايه؟ اعوذ بالله، بيغرق؟ فلا الله ولا فعلك. لا، الغريب ان هو واقف والمية محوطاه من كل جهة، بس هو مش مبلول خالص. يعني واقف فوق جزيرة يعني؟ مش عارفة، مش عارفة اذا كان تحتيه جزيرة ولا لا. اللهم اجرني في مصيبتي يا ولية. يعني مصحياني من نوم في عز الليل وانت مش متأكدة اذا كان ابنك واقف فوق جزيرة ولا لا؟ اقولك نامي وبحقائي كويس، ولا اقولك تاخدي نضارة القراية بتاعتي تلبسيها عشان تحققي كويس وانت نايمة؟ يا اخي انت ايه؟ قلبك حجر؟ ما انت ما شاء الله بتحط راسك على المخدة تتقلب للصبح. يعني بتعايريني علشان راجل عامل شقيان طول النهار ورا المكن وانت واحدة ستة قاعدة ببيتك مرتاحة؟ ربنا يقويك يا اخويا، بس يا ريت تديني شوية جمدان قلب من اللي عندك دول. ده انت كل ما حد يسافر من عيالك ولا بنت تتجوز من البنات بحس انها ولا فرقة معاك. احنا الظاهر هنعملها ندوة واحنا على وش الفجر. شوف يا ستي، ده من كرم ربنا علينا علشان البيت ده ما يتخربش. انا هنام واحط راسي على المخدة وهشخر، وعلشان ما تتضايقيش مني اطفي النور وقومي صلي ركعتين وادعي لابنك واطمني. طالما انت شايفاه واقف ناشف مش مبلول يبقى اكيد واقف على جزيره. أيوة. حتى لو ما كنتش شايفاه. في النور. خير يا رب، اللهم اجعله خير. اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. خير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع مكانك يا باشمهندس. صباح الفل يا عم الحاج، ما تخافش، انا بس كنت هتمشى شويه في المكان، بعدين ههرب اروح فين يعني في الطل ده؟ معلش برضك ارجع مكانك يا باشمهندس. ماشي يا عم الحاج، ماشي، بس نزل البتاع ده. بقول لك ايه، هو انتوا بلغتوا المحافظ ولا لسه؟ واقف عندك بترغي مع مين على الصبح يا جدع انت؟ يا حبيبي يا شافع، صباح الفل يا شفاعتي. شفت المنظر؟ منظر هيخطفك اكتر ما انت مخطوف. منظر ايه وهباب ايه؟ دي زريبه. تعال محمود. ما نكلم. تعال محمود. ما نقول كلمة. قطع وجبه، تعالى. ايه؟ ما انت مش داري باللي حصل بسببك. بسبب انا؟ وانا مالي؟ يعني انت مالك؟ هو لما نزلت من بورسعيد كان عشان مين؟ ولما رجعت في نص الليالي برضه كان عشان مين؟ ده على اساس ان انت لو كنت سافرت بالنهار كنت عديت، انت مش شايف كم الملايات اللي جوه؟ وبعدين احنا فيها يا شافع، لو متضايق قوي ارجع تاني. ماشي. هو ايه اللي ماشي؟ ما تصطبح على الصبح يا شافع، وده وقت الكلام ده برضه؟ وبعدين محمود ذنبه ايه؟ وكان يعرف ان هيحصل لنا كده؟ صباح الخير يا قطع. بلا قطح بلا نيله، انت في ايه ولا في ايه؟ ما تشوف لنا تصريفه في الورطه اللي احنا فيها دي. انت واقف ترغي معانا يا شافع؟ فعلا روح شوف لنا تصريفه في الورطه اللي احنا فيها دي. ماشي، يعني اعمل ايه يا تحيه؟ هو ايه اللي تعمل ايه؟ روح اتكلم معاهم. هو انت مش ابن سوق؟ لا انا مش ابن سوق، انا هنا ابن فرخه. بلا نيله. طب روح حتى اديهم اي حاجه يمكن يسيبونا نغور من هنا. يعني ايه؟
يعني راح ابني لهم محطه ميه عشان يسيبونا يا جدعان؟ الله ما تبني لهم يا شافع، انت مش بتقول انك في بورسعيد حاجه كبيره قوي، ايه يعني لما تبني لهم محطه ميه؟ ماشي تاني ماشي. اقول لك حاجه، سيبك من كلام محمود يا راجل، ادينا قاعدين اهو بنغير جو. تروح ليه ولا تيجي ليه؟ خليه كده لما عيالك يموتوا في ايدك يتنقطوا من اللي انت بتعمله والبرود اللي انت فيه. العيال من امبارح يا حبه عيني بيعيطوا. على فكره بقى تحيه بتتكلم صح، امبارح وانتوا نايمين انا صحيت بالليل كانت الاضاءه ضعيفه شويه، شفت عيالك ودمعتهم على خدهم. ماشي شفت شفت اخويا بيقول ايه. حرام عليك بقى اتصرف. وبعدين هقول لك حاجه، انا الناس اللي جوه دي لو صحيوا دلوقتي وطلبوا فطار انا هتشل. على فكره يا جماعه هنا بيعملوا فطير مشلتت وعسل وجبنه قديمه تاكلوا صافحكم وراها. الله يخليك، ما لاقيش حته مشي قديمه. انا اتشلت. يلا يا شافع اختي اتشلت. ماشي 500,000 جنيه فقط لا غير، وادي توقيعها اهو يا باشا. متشكرين والله، بس عدم المؤاخذه احنا ما طلبناش من سعادتك حاجه، احنا مش عايزين غير حقنا من الحكومه وبس. يا جدعان وانا قلت لكم تنزلوا عن حقكم، ده تبرع بسيط مني عشان انا مؤمن بقضيتكم واقف معاكم في مطالبكم، وده واجب كل رجل اعمال في البلد. امال ايه يا جدعان؟ يعني احنا هناخد ونكوش على الفلوس وخلاص؟ غريبه يعني سعادتك شكلك يعني ما يديش انك غني قوي بالشكل ده. ما تاخذنيش، عربيتك شكلها مبهدل وموديلها تعبان. تصدق مع انه جوز اختي كنت هموت واساله السؤال ده، انا اول مره اعرف انه غني قوي كده النهارده. نسيبي محمود. ماشي صدق وامنة. طيب انا في مقدرتي اركب اغلى عربيه فيك يا بلد، بس ده مش اسلوبي، ما احبش المنظره، ما احبش اصرف يمين وشمال واعمل فيها فييس، لا انا اخدم مجتمع اللي خيره عليا. بس احنا عدم المؤاخذه نخاف يقولوا ان احنا خدنا منك الفلوس دي بالغصب، احنا مش حراميه، احنا اصحاب حق. صدقوا انه بالله يا جدعان. الله في حد يقدر يقول كلمه زي دي؟ وعلى العموم عشان اريحكم احنا نكتب اقرار ورق. انا ماشي بورقي اهو، ادي الورقه اهي، انا هكتب لكم اقرار انني لم يصبني اي مكروه او اذى ايا كان من ساعه ما اتخطفت. ماشي، واكتب لكم عنواني واسمي. خلاص ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض، وعنوانها هيبقى هنا، تنوروني وتشرفوني في اي وقت، ممكن يبقى في بيننا بيزنس. ده انتوا هنا قاعدين على منجم ذهب، احنا لو عندنا حكومه ذكيه بصحيح كانت عملت هنا استثمارات بالعبيط، لكن هنقول ايه؟ غباوه غباوه. معلش يا جدعان انا هكتب الاقرار كده في السريع علشان عندي جلسه في المحكمه ولازم امشي، لولا ان انا عندي جلسه ما كنت سبتكم، انتوا ناس ولاد حلال والواحد عشرتكم ما تهونش عليه، مش كده يا محمود؟ ها؟ ايوه متر، هو فعلا عنده جلسه متاخر عليها وانا يا دوبك الحق العمال في الموقع. متشكرين يا رجاله. اتفضل بالاذن يا رجاله. مع السلامه يا شافع دي، والله قعدتك حلوه ما تشبع منها يا راجل. والله انا حزين اني سايبكم. هاني عمامة تودهم يا حبيبي. يبقى جيب اخواتك يا هاني وتعال العبوا. ما كنت سمعت كلامي يا مقدس وخدت المدام وجيت معانا قبل الامن المركزي ما يوصل وتبتدي المعركه. لا احسن المدام بتحب تاكل هنا اهوت، بيني وبينك هنا بيعملوا طاجن باميه باللحمه الضاني تاكل صوابعك وراه، يعني تمشوا كده من غير ما تاخدوا واجبكم. يلا يا محمود هتشال. مع السلامه يا مقدس، خد بالك من نفسك. الف سلامه، نتقابل الخطوه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. في ايه؟ عاوز ايه يا اخينا؟ انا بعد اذن سعادتك يا باشا جاي اسلم نفسي. نعم يا اخويا. بس انا هقول لسعادتك، انا قلت بدل ما تيجوا وتتعبوا نفسكم وتقبضوا عليا وتاخدوا امي ترموها في البوكس وتعروا رجليها، وامي ما بتحبش حد يعر رجليها اساسا، قلت اجي اسلم نفسي. ليه؟ هو انت عملت ايه اصلا؟ ما عرفتش اختار صحابي يا باشا. نعم يا اخويا. ايوه انا ما عرفتش اختار صحابي. ابوس ايدك يا باشا اقبض عليا، انا القلق هيقتلني من ليله امبارح. خليك واقف هنا، اوعى تتحرك. قول ابن الهطله ده يمشي من هنا بدل ما البسه قضيه ازعاج سلطان، هي ناقصه امه؟ مش لما نساله الاول يا فندم اذا كان يعرف طريق صاحبه محمود ولا لا؟ بيقول لك عايز يتبرأ منه في محضر رسمي، جرايه قط. وبعدين مين قال لك ان انا عايز اعرف اساسا الواد ده راح فين؟ يعني مش كفايه يا فندم اللي اخوه قاله في البرنامج؟ ويعني هبهب شويه.
انا فعلا كنت قلقان وقعدت ابص في الموبايل طول الليل، بس ما جاتليش حتى رساله تقول لي عملت كده ليه. وهديك شايف النهارده اهو ما حصلش حاجه، ولو حصل ولا لا بعمله ده بعمله ليه؟ مش عشان امن الرئيس، امن البلد. المهم ان الرواد ده اتشال من فوق دماغي، اي حد تاني غيري يتولاه، يروح مصر، يروح اسكندريه، يروح في 60 داهيه. شافع هو انا ينفع اقول لك حدي شويه؟ حتى لو قلت مش هعبرك، معلش بقى انا بحافظ عليك انت وعيالك. ليه؟ هو احنا مش اديناهم اللي طلبوه مننا وفادتنا انا وعيالي؟ ايه اللي هيحصل بقى؟ اديتهم؟ ليه انت افتكرت اني اتبرعت لهم ولا حاجه ليه؟ من بقيه اهلي؟ نعم، امال الشيك اللي انت كتبته ده معناه ايه؟ مضروب. مضروب ازاي يا راجل؟ بس اذا كانوا طبوا اسمك اللي في البطاقه، انت فاكرهم عبد؟ الاسم مظبوط، لكن القبضة اللي على الشيك مش قبضة البنك، يعني الشيك زي قلته. يا نهار اسود، طب والإقرار اللي كتبته باسمك وعنوانك؟ إقرار؟ إقرار إيه؟ أنت ما قلتليش على موضوع الإقرار ده. يا نهار اسود. بص يا تحية، الكذب خابي. أنا صح كتبت إقرار، بس العنوان اللي حطيته في الإقرار بتاع الراجل الدمياط اللي كان معانا. هو مش كان قاعد طول الليل يحكي على الأكل والشرب والضيافة وحكي لك عن بيتهم عشان تروح تزوره وتبقى حبايب واصحاب؟ انا حطيت عنوانه عشان يبقوا يزوروه ويوكلوا الفطير اللي بيحبه. اضحك اضحك يا حبيبي، بس خد بالك بقى ممكن يجيبوك عن طريق البنك. بنك مين يا جدع؟ هو انت اي حد يروح البنك بشيك مضروب يديله بيانات العميل بتاعهم كده بسهوله؟ فيها يا جدع؟ انت عايزني ابلغ البنك ان اي حد يجي لكم بشيك مضروب قبضوا عليه وبلغوا البوليس؟ بس اتبلغ وتعمل مشاكل، ما كفايه بقى مشاكل. مشاكل؟ وانت فاكره ان المشاكل كده خلصت؟ ايه رايك ان الناس دي ممكن تنسى اللي الحكومه عملته معاهم، بس عمرهم ما ينسوا اللي شافع عمله. انت لا جدع محسسني ان انا ارتكبت جريمه. لعلمك بقى الناس دول هم المجرمين ولازم يتحاسبوا بقانون الارهاب لانهم ارهابيين، وبشرع الله تتقطع ايديهم ورجليهم لانهم مفسدين في الارض. بس ايه اللي بتقوله ده؟ حرام عليك، دول غلابه. حرام عليه ايه؟ لا ولسه المفروض يتقتلوا عشان يترحموا من العيشه اللي هم عايشينها. بقى يا راجل هم اللي مفسدين في الارض ولا الناس اللي خلتهم ينزلوا ويقطعوا الطرق؟ يا شيخ بقى، عارفه تحيه الحاله اللي عند اخوك دي بيسموها ايه؟ مال اخويا شافع اخر. نعم. لا زي الفل، بس الحاله اللي عنده دي انا قريت عليها قبل كده في كتاب بيسموها متلازمه استوكهولم. هشرح لك، ما تقعديش تتنحي وتعملي لي كده. متلازمه استوكهولم يعني واحد يتخطف يقوم الفتره الطول يحب اللي خاطفينه ويبقى في بينهم ود ويؤمن بقضيتهم. يا راجل، وكل ده حصل لاخويا في ليله؟ حبيبي يا شافع بتبهرني والله، حلنجي ودكتور نفساني ايه؟ روح يا شيخ، يا بخت عيالك بيك. متلازمه حبيبي يا حوده. طب وطي راسك بقى عشان اشوف الطريق من المرايه. ماشي يا اخويا. يا نهار اسود، ده انا نسيت اقول لك ان انا اديت الراجل الدمياطي عنوان محلك في بورسعيد عشان لما ينزل يجي يزورنا. ولا حبيبي يا شافع، حبيبي شايفه جوزك قلبه خفيف ازاي؟ حبيبي يا شافع اطلع اطلع يا روحي. على السلامة يا غاليين، اتفضلوا يا حبايبي. معايا محمود، ادخل. نورت بورسعيد يا حوضة يا حبيب اختك. منورة بيك يا توح. الحمد لله على السلامة يا ولاد، الحمد لله على السلامة يا شافعي. الحمد لله على السلامة يا ابو ناسب، تعالى بقى معايا. هفرجك يا حوضة على أحلى فيوم ممكن تشوفه في حياتك. يا ابو ناسب، بذمتك مش دي شقة تليق بنائب رئيس مجلس إدارة؟ كتر خيرك يا شافع، مش عارف اقول لك ايه، بس انا مش محتاج كل ده، انا كل اللي محتاجه اوضه. اوضه؟ ايه
الاوضه دي؟ لا يا اخويا، ده انت محمود عبد الناصر الاول على كليه الهندسه جامعه القاهره، يبقى اقل من قصر ما نقبلوش. يا حبيبتي يا توحة. ربنا يكبر بخاطرك. ويكبر بخاطرك اخويا، مفيش دعوه بقى للراجل اللي فرش الشقه، يا راجل ده انا فرشها لك من شغل التصدير بتاع دمياط وغلاوتك. هو احنا مش قاعدين في الشقه دي ليه يا بابا؟ بس يا ولا بتقرصيني ليه؟ هو انتوا ما وراكوش غيري؟ الله، ما انا كنت بقول لك تعالى خد دروس هنا، تقول لي لا بخاف دي فيها عفاريت. فيها عفاريت؟ ايه يا توح؟ هو انا جاي اتلبس هنا ولا ايه؟ بابا هو اللي قال كده. حبيبتي ما عفريت الا بني ادم. اصل انا كنت بقول لهم كده عشان ما احرجش امهم. قتح ما بتعرفش تنام على صوت المراكب. بس انت بقى يا حوده مش هيفرق معاك صوت المراكب ولا ايه؟ ولا يفرق معايا صوت اي حاجه. بس لو العيال عجبهم الشقه يا شافع، يعني انا ممكن اروح هناك وانت تيجي تقعد هنا. عسل اخوك يا عسل. يلا يا قتح بقى خد العيال واسبقونا هناك على البيت، وضب لنا غدوه حلوه لحد ما اقعد انا وحوده نتكلم في الشغل. أكلة سمك من اللي على مزاجك. يلا ماشي من عينيا. ما تأخرش يا محمود. حاضر يا توحة، خلي بالك من العيال وما تجريش. ماشي يا اخويا، باي. اديني بقى دقيقة اخد دش وارجع لك. رايح فين؟ اخد دش وارجع لك. دش فين يا راجل؟ الدش في الشقة اللي فوق. الشقة اللي فوق؟ أنهي شقة؟ شقتك الجديدة. تعالى ورايا يا جدع. شقة إيه؟ فيو إيه؟ بحر إيه؟ تعالى يا راجل، تعالى ورايا. رجلك اليمين ابو نسب. اتفضل يا غالي. ايه مالك تنح كده ليه؟ مش انت طلبتها بعضمة لسانك؟ قلت انا مش محتاج غير اوضه. اهي اوضه اهي. مبروك عليك يا وحش، شكلك مش مبسوط. بقول لك ايه شبا حنفي، انا لو كنت كسفت بنوختك ما كنتش جبت منها عيال، من باب اولى. طالما ما بكسفش بنوختك مش هتكسف من اخوها. انا فعلا قلت لك ان انا مش محتاج اكتر من اوضه، بس دي عشه يا شافع. عشه؟ صدق وامن، انا من يوم ما جيت من بلدنا على البلد دي كنت بنام على التروتوار، وساعات ما كنتش بلاقي النومه. بعدها انا اخرتنا ايه غير متر في متر؟ وانت هنا اخد اكتر من اخرتك ولا ايه؟ شوف براح، تعالى تعم افرجك. هوا ايه؟ فيو ايه؟ بحر ايه؟ كنال ايه؟ عفشة مية ايه؟ ولا ايه؟ ولا ايه؟ ماشي يا شافع. عموما انا مش جاي بورسعيد عشان اقعد في شقة فخمة، انا جاي اشوف اكل عيش. انا بس اللي مضايقني اختي الغلبانة اللي كذبت عليها. طب ليه الاسلوب دون؟ هو في راجل يبقى راجل الا اذا كذب على مراته؟ كده هتخلينا ازعل منك. يا عم اكذب عليها براحتك، بس ما تورطنيش في كذبك. الست فاهمه ان انا قاعد في شقتها، وانت طبعا نفضيها لقعدات المسخره والبلا الازرق. ايه مالك بتبص لي اكنك فوجئت اني عارفك؟ كده هتخليني اخد فكره غلط عنك. تصدق احترمتك، كمان احترم الراجل اللي يفهمها وهي طايره. طايره ايه؟ مش محتاجه يعني. مفضي الشقه اللي تحت ورازعني فوق السطوح. شوف يا شافع، طالما مش مأجرها بتجيب لك قرشين، مش محتاجه فقاقه يعني. بص يا ابو حنفي، ومن الاخر كده دماغك وانت حر فيها، بس عايزك تفهم حاجه. انت هنا ساكن عندي في شقه سوبر لوكس ومبسوط اخر انبساط، اختك تيجي تزورك فرر على تحت وانت فرحان اخر فرح، اختك تمشي فرر على فوق وانت مبسوط اخر انبساط. واللي اوله شرط اخره نور. يلا هم عاملين لك اكله سمك هتاكل نفسك وراها. يوه جريه محمود، ما بتاكلش ليه يا حبيبي؟ معلش بقى تحيه، اخر ذكريات ليا مع السمك مش تمام يعني. سيبيه براحته يا تحيه، محمود غريب ده البيت بيته، وبعدين يغل على درسه ينفع نفسه. بعدين بقى يا بابا انا مش عارف افتح البتاعه دي، مش هتسيبني اكل بقى؟ ليا النعمه من نعمه ربي، ايدك ما هتتمد على دير سمكه الا ما تعرف تفتحها كويس. جلاله خمس مرات بعلمك ازاي تفتحها. يا بابا انت قربت تخلص طبق البربوني كله وانا مش عارف افتح البتاعه دي، وهموت على البربوني. اهي اتفتحت يا عم هاني، شفت حظك؟ البربوني بقى عشان نبرر الواد.
بربوني ده حته سمك وفكرني بعد الاكله دي اديك درس ازاي تفتح الكابوري. ايه يا رانيا ما بتاكليش بربوني ليه يا حبيبتي؟ رانيا ما بتاكلش السمك ما بتحبوش وبتقرف منه. مفيش حاجه اسمها تقرف وما تقرفش. اللي اتعمل تاكل منه. يا جماعه بس البنت جعانه حرام يعني. بقول لك يا محمود سيبنا ربع قلب الطريقه اللي تريحني. ما قلتليش يا محمود ايه الشقه عجبتك؟ الشقه وهي دي شقه تحيه ده قصر عظيمه عماله تقلب من السرير ده للسرير ده ومن الاوضه دي للاوضه دي مش عارف اعمل ايه. انا بقول لك تعمل ايه كل يوم بات في اوضه. حلوه قتح على الاقل تعمل ونس في كل اوضه شويه. ما هي متونسه بانسك يا ابو نسب. جميل جمال جوزك ده تحيه ابن حرام مصفي. ايه قلت ايه في ايه؟ انت قلت ابن حرام. ابن حلال. ابن حلال يا هاني باباك ده راجل عظيم. انت مش فاهمني البربوني ده اصل فيه بطروخ والبطروخ ده صديق الرجل الشرقي. يا عم اضرب بقى. ده تقرف في قرفك مش صابره لما تروح الحمام. على فكره يا جماعه مش عايزكم تقلقوا دي مرحله طبيعيه خالص. بكره هي اللي هتنضف لك السمك بنفسها. مش بكره قوي يعني احتمال الموضوع ياخد وقت. عيب يا هاني تعلي صوتك وانت بتشرب. عيب يا بابا انت صغير على الحاجات دي. لا يا بابا ما انت بتشربوا الشاي كده. يا ابني احنا كبار انت لسه صغير. طب لما انا صغير ما بتفتحليش الكابوريا ليه؟ يا دي ام الكابوريا. اي والله يا ماما كويس وزي الفل. خلاص انا هديهولك اهو تطمني عليه بنفسك. خد امك عايزاك. ايوه يا بطه وحشتيني ياما. عامله ايه يا ست الكل؟ انا كويس قوي الحمد لله ياما. لا ده من دعاك ليه ربنا وقف لي ولاد الحلال. اسكتي ياما ده شافع طلع ابن حلال مصفي. ابن حلال ياما ابن حلال ما هو بس التليفون اللي صوته مش واضح. بقول لك ايه يا بطه؟ هي تحيه قالت لك على الشقه؟ حته شقه ياما الشمس داخلها من كل حته وشرحه. ده انا حتى بفكر تجيب الحاج وتيجي تقعدوا معانا تغيروا جو مش كده. اقول لها تحيه. ايوه ايوه والله العظيم انا بتحايل عليها. اقول لها انت يا محمود. هو انا هسيبها؟ هي بس تلاقيها حست ان شافع ما عزمش بنفس. مش كده اقول لها شافع؟ مع ان ياما سبحان الله شافع ماشي ورايا طول النهار في الشقه يقول لي يا محمود قول لحماية وحماتي يجي يقعدوا معانا هنا شهر. اسبوعين ياما خليهم اسبوعين. خليهم اسبوع ياما برضه ترجعي تطمني على البيت عند اما اوعي تيجي هنا الرطوبه هتاكلك. بالسلامه انت دلوقتي. مع الف سلامه يا كتة قلبي. ربنا يحميك يا حبيبي ويجعلك في كل خطوه سلام. يا حبيبي الولا وحشني نفسي اخده كده هو في حضني هو والواد احمد. يا رب اطمن قلبي عليه يا ساتر. اهو ده اللي كنت عامل حسابه. هتحط سماعه التليفون من هنا وتقعدي تهري وتنكتي في بعضك. شوفي ده قرار نهائي. انا مش هدفع فاتوره التليفون عشان يقطعوا الحراره وتبطلي تكلمي عيالك. انت بتتلكك اساسا عشان ما تدفعش. يا راجل حرام عليك. ده دي الحاجه الوحيده اللي فاضله لي في الدنيا اني اسمع صوت عيالي واطمن عليهم. الله يلعن ابو الدنيا اللي فرقتني عنهم. يا ست حرام عليكي. الدنيا مالها ومالهم. استغفر الله العظيم يا رب. ده نصيب. بقول لك ايه انت ما حسيتش في صوت محمود بحاجه غريبه كده؟ ايوه حسيت. شميت فيه ريحه سمك. يا خفه يا روقانك يا اخويا. يعني انت زعلان على ابنك اللي قاعد هناك ضرب له اكل السمك بالشيء الفلاني ومش زعلان على جوزك اللي جسمه نشف من اكل البطاطس؟ هتبتدي الاسطوانات بتاعتك وتقول لي الاكل اللي ما يبلش الايد ما يبلش القلب هو ده اللي انت فالح فيه. طب اسكتي بقى عشان ادخلك المطبخ تروحي تعملي لي اكل يتاكل. بطلي القلق والوساوس اللي انت فيها دي. ده ابنك راجل ويفوت في الحديد. الله اكبر. اصل انا لاحظت يعني وهو بيتكلم معايا عمال يشكر في الواد شافع وعمال يقول لي ده ابن حلال مصفي. وبعدين انا وانت عارفين كويس قوي ان هو اوطى من نعل الصندل. معلش بقى يوضع سره في اوطى خلقه. شافع بنتك ممشيها صح وما يقدرش يعمل معاها حاجه وهتوصيه على محمود ياخد باله منه ويعامله احسن معامله.
وهي دي هتبقى الخدمة الوحيدة اللي هيخدمها لنا من اليوم الأغبر اللي شافته بنتك في الكلية وحبيته وجوزته. حق لو كان شافع مسكن محمود في الشقة بتاعتهم القديمة ده يبقى عامل الواجب والزيادة، يبقى كتر ألف خيره. بقولك إيه يا ناصر، ما تيجي ناخد بعضنا ونروح نقعد معاهم يومين أهو نغير جو ونطمن على محمود. أيوة، ادخلي عدل في الموضوع وبطلي دور فردوس محمد اللي انت عاملاه ده وعاملالي قلقانة. قولي بقى ان انت عايزة تروحي هناك علشان تتفسحي. وهو انا هروح لوحدي يا راجل؟ ما انت هتيجي معايا، خد لك اجازة يومين. يا ستي هو انا تحت امرك؟ انا راجل عندي شغل، انتخابات اتحاد العمال فاضل لها كام اسبوع وتبدأ ولازم نشتغل لها من دلوقتي. ايه يا رب يا رب توب عليا من وجع القلب ده، يا رب ولع في كل النقابات العمالية اللي سرقت عمر جوزي، يا رب يا رب ما توحد العمال أبدا وفرقهم عن بعض وشحططهم عشان جوزي يفوق لنفسه ويعرف إنه كبر خلاص وما عادش يستحمل شقاوة زمان وبهدلة أمن الدولة. ادعي زي ما انت عاوزة، ده حتى ربنا ما يرضاش بالظلم كده. هو يا ناصر انت بتتحداني؟ طب خد دي بقى عندك، إلهي يا رب المصنع بتاعكو يتباع ويجي عليه الظرف اللي اسمها ايه دي المتخصصة عشان تستريح. طب بس يخرب عقلك، ده ما فاضلش غير مصنعنا وكم مصنع تانيين. هعملك اللي انت عايزاه، هقدم على اجازة عارضة واخدك ونروح. اهدي بس كده، اهدي وادعي لعيالك وسيب العمال والمصانع في حالهم يا ست، هما مش ناقصينك. شفت الرائحة الذكية؟ نقول مبروك. لا، أنا ماليش في الحاجات اللي بتتبخي دي، أنا عايز عطر من اللي بيدهنوا بيه، من اللي بيدهن. يدهن إيه يا مولانا؟ دي موضة وبطلت خلاص. ولو أنت خايف من الحرمانية والعياذ بالله، في فتوى طلعت بفضل الله. فين؟ أهي أهي، بتقول ان بخ العطر ليس بدعه وانه يستوي مع دهن العطر بالظبط، وانك يعني لو نويت التطيب بغرض الذهاب الى المسجد او ادخال السرور على اهل بيتك ها تستوي فيها الحسنات زيها زي الدهن بالظبط. ومين بقى ان شاء الله اللي اصدر الفتوى دي؟ اوعك تقول لي الازهر. لا ازهر ايه، السعوديه، اكبر مشايخ في السعوديه هم اللي مطلعين الفتوى. انت ناسي ان السعوديه فيها اكبر مصانع للعطور، يعني موضوع البخاخات ده لو حرام والعياذ بالله ما كانوش صنعوه من اصله. تحب اصور لك الفتوى تاخدها معاك عشان تستريح؟ لو على ايه يا سيدي، انا هاخد العطر ورزقي على الله، بس ان طلع كلامك مش مظبوط انت اللي هتشيل ذنبي. يا سيدي غفر الله لنا ولك كل الذنوب، نقول مبروك. بارك الله فيك يا سيدي، فضلك الله، وانت كمان اتفضل فلوسك اهي. جزاك الله كل خير. وجزاك مثله. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله، استغفر الله العظيم يا رب. زي ما أكون ببيع له عطر خنزير، بني آدمين هم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حالك؟ ازيك يا شيخنا؟ يا أبو عبد الرحمن، مالك؟ بتكلم نفسك ليه؟ اوعى تقول لي انك انت بتذكر الله، لان مفيش حد يذكر الله بس احنا المكشره ده هي. ابدا والله يا شيخنا، ده انا قاعد بسب وبلعن، البني ادمين بقوا زي الهم. استغفر الله العظيم، التجاره يا ابني عايزه صبر. بقول لك ايه، انا همشي لحسن تسبني انا كمان. لا تمشي ايه، ده انت جمالك مغرقانا، ده كفايه المحامي اللي بعته لنا وكان هيلبسنا قضيه ارهاب. جرى يا ابو عبد الرحمن، انت ومراتك تمسكوا لنا زله ولا ايه؟ اخطأ الجماعه يا سيدي لما ارسلوا المحامي اللي كان متفرغ. ايه، هتاخدوها سيره وحلوانه في سلوانه ولا ايه؟ يا سيدي ما تزعلش، انا بهزر معاك، روحوا عن القلوب ساعه بعد ساعه. خد امسك. بقول لك دهنا من العطر ده لسه نازل جديد، هيعجبك قوي قوي قوي. امسك. لا 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 لا، ما بحبش انا اللي بيدهن، مفيش من اللي بيتبخ، اصل اللي بيدهن ده بيأذي الجماعه عندي. لا خدها نصيحه مني، سيبك من اللي بيتبخ ده مشكوك في امره، خليك في اللي بيدهن هو اللي مستحب. خلينا في المهم، انا علشان اكفر عن غلطه المحامي جايب لك خبر كويس قوي. خير، قبض على المحامي بتاعك؟ لا يا سيدي مش كده. كانت الست ام عبد الرحمن كلمتني اني اشوف شغلانه حلوه لمحمود، والحمد لله ربنا قدرنا وجبنا له شغلانه حلوه قوي في اسكندريه، وهياكل من وراها الشهد. بجد؟
فأني مصنع؟ لا مصنع ايه، ما خلاص المصانع ما عادتش تشتغل ولا عاد في شغل خالص. ده احنا جبنا له شغلانه في اكبر ورشه فيك يا اسكندريه. لا خلاص يا شيخنا ما تتعبش نفسك، محمود ده بيشتغل في البيزنس مع عديلي في بورسعيد في التجاره. اها بيشتغل في تجاره العطور برضه؟ انت بتقول فيها بس عطور من اللي بجد، التي إذا حضرت حضر معها الشيطان. محمود خلاص عدى الكباري ومحدش هيعبرنا ولا هيسمع حسينا بعد كده ولا هنعرف نكلمه. بسم الله ما شاء الله. طول عمرك حظيظ يا حودة. ادخل. معاليك يا باشا عامل ايه؟ ازيك يا كامل؟ اتفضل. سلام عليك. بص يا كامل، اعرفك باشمهندس محمود اخو مراتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا عينت هنا في الشركه نائب رئيس مجلس اداره. ايوه بس انا مش عارف لسه هشتغل ايه. اصبر يا عم، شغلنا بسيطه. انت هتروح المينا مع كامل، هتستلم الكونترات اللي جاي لنا فيها البضاعه من الصين وتايوان. كامل هيعلمك ازاي تخلص اوراقها من الجمارك والمينا. بس هي بس عايزه حمار شغل. ما اقصدش يعني، قصدي اقول لك انها شغلانه ما تخوفش، بسيطه. هتتمرن مع كامل مرتين ثلاثه لحد ما تبقى تمام في الشغلانه. بس كده؟ وانت تشتغل ببلاش. انت شغال واخد مرتب قد كده. وبعدين لعلمك بقى انا في الشغل واسال كامل، ما اعرفش ابويا. الله يرحمه ويحسن اليه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. اي والله الباشا كده بتاع شغل. خلاص بقى كامل، هنقضيها رغي ولا ايه؟ عايزك تاخد الباشمهندس محمود سياده النائب وتسلمه كشوف الصيدليات اللي بنشتغل معاه في جميع المحافظات. ده اهليه، منوفيه، شرقيه، كفر الشيخ. بس مفيش بس، انا بخفف عنك الشقه بقى. خلاص يا كامل، انت ما بقتش حمل جري محافظات وجري مراكز، ما ينفعش. بس انا ما اشتكيتش. يو كامل، عمولتك محفوظه، وبعدين شايلك للتقيله. احنا خلاص فتحنا شغل في مصر كلها، هنغزو القاهرة والصعيد بالكامل يا كامل. بجد يا باشا؟ وانا بهزر يا ولا. امال ايه؟ علشان تعرف ان انا شايلك للتقيلة وده اسلوبي. معلش بس ان انا قطعت كلامكم عن المستقبل، بس انا مش فاهم، هو احنا ليه بنبيع لصيدليات بس؟ هو احنا بنستورد ادوية من بره؟ شفت يا عم، سيادة النائب قال لك احنا عارف شغله في الشركة صحيح. بص يا اخويا، احنا بنشتغل مع الصيدليات، بس الصيدليات مش كل شغلها ادويه. لا، في حاجه اسمها اجهزه طبيه، ادوات مكياج، ما اعرفش ايه للضوافر، ما اعرفش ايه للعينين، منبهات لعب اطفال، وحاجات كتيره قوي. احنا بقى بنستورد الحاجات دي من بره ونوزعها مباشره للعملاء بتاعتنا في المراكز والقرى والنجوع والمدن البعيده اللي هم ما يقدروش يوصلوا للشركات الكبيره في اسكندريه والقاهره. تمام، وربنا يجعلنا كلنا لقمه خل لبعض ان شاء الله. ايوه ربنا يبارك فيك. مستوهم بقى بينا اسلمك الشغل ابو حنف. يلا بينا يا استاذ كامل. الاذن. سلامكم معاكم. السلام عليكم. اتفضل يا سياده النائب. اتفضل يا غالي.